قررت الحكومة التونسية تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لديها صلاحيات منح قروض. وتعاني الصناديق الاجتماعية في تونس منذ نحو العقد من عجز مالي حاد دفع الحكومة المتعاقبة لتقديم برامج اقتصادية مختلفة أملا في إنقاذها. النقاش مستمر في تونس بشأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بتحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لديها صلاحية منح قروض للمنخرطين فيها. وزير الشؤون الاجتماعية التونسي كان قد قدم في يناير الماضي تفاصيل بشأن القروض التي ستسندها الصناديق الاجتماعية ممثلة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد الوزير أن مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية لن تتجاوز مدة أسبوعين، وذلك بالنسبة للطلبات المستوفية الشروط. هذا الإجراء خلف نقاشاً واسعاً وتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصناديق ستشكل منافسة للبنوك بسبب الشروط المتعلقة بمنح القروض. خبراء اقتصاديون بيّنوا أن تحويل الصناديق إلى مؤسسات مالية سيخلق بالفعل منافسة بين هذه الصناديق والبنوك، لكنه قد يكون أمراً جيداً إذ قد يدفع البنوك إلى العودة لدورها التقليدي في تمويل مشاريع الاستثمار في البلاد. كما أكد خبراء أنه لا يمكن لتلك الصناديق أن تزاحم البنوك لكونها تقرض مبالغ أقل من البنوك ولا يمكنها أن تلبي احتياجات جميع عملائها. وعرفت الصناديق الاجتماعية في تونس خلال سنوات ما بعد الثورة عجزاً مالياً حاداً، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تقديم برامج إنقاذ لها كان معظمها محل جدل في الأوساط التونسية. وللمزيد ينضم إلينا من تونس دكتور رضا الإشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية. أهلا بك دكتور على هواء الحرة. ما الذي تعني عملية تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسة مالية؟ كيف يؤثر ذلك؟ في اعتقادي أن الصناديق الاجتماعية لا تزالت تعاني إشكالات وصعوبات مالية، خاصة مع تفاقم حجم الاقتصاد غير المهيكل وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، والذي تجعل من المؤسسات تجد صعوبة كبيرة في دفع المساهمات الاجتماعية، علاوة على الصعوبات المالية التي تمر بها الدولة والتي تقلص من التزاماتها تجاه هذه الصناديق. وبالتالي هذه الصناديق وإن تحسنت موازنتها المالية لا تزالت تعاني صعوبات مالية، وبالتالي لابد أن تتوفر لديها مبالغ مهمة من السيولة لكي تواجه الطلبات الكبيرة على مستوى هذه القروض. وبالتالي ليس لديها إلا من يستطيع أن يمنحها هذه السيولة دكتور رضا؟ نعم، السيولة يمكن أن تتحصل عليها من طرف المساهمات الاجتماعية، ولكن عليها أن تدفع الجرايات التقاعد، وبالتالي لا يمكن إلا للقروض القصيرة المدى يمكن أن تنجح، ولكن القروض الطويلة المدى والتي تتطلب سنوات لاسترجاعها هذا يخلق إشكالات وصعوبات مالية بالنسبة لهذه الصناديق. وبالتالي الحل المتوفر لديها هو الاقتراض من طرف البنوك بنسبة فائدة عالية وتقديم هذه القروض للأشخاص الطبيعيين للمساهمين بنسبة فائدة أقل، وهي تتحمل يعني الفارق الفائدة المقدمة للمقرضين مقارنة بنسبة الفائدة في السوق النقدية. ولكن هل تحملها لهذا الفارق من الفائدة يجعلها تخسر على المدى الطويل؟ يعني السؤال الذي كان مطروحا هو هل تنافس هذه الصناديق الاجتماعية البنوك في تونس أم لا؟ هل يجيب هذا الطرح على هذا السؤال؟ أنا أعتقد الخطوة متسرعة نوعا ما، وكان على وزارة الشؤون الاجتماعية التريث حتى التعافي النهائي لهذه الصناديق وتوفر السيولة اللازمة لديها لكي تواجه لوحدها وباستقلالية تامة على النظام البنكي يعني تقديم القروض
اللازمة لمن يطلبها، خاصة على مستوى قطاع البناء. يعني القروض الموجهة لقطاع السكن هذا ستكون له تداعيات جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي، خاصة وأن هذا القطاع تراجع بصورة كبيرة وكبيرة جدا نظرا لنسب الفائدة المشتة، ولكن يبقى القروض المقدمة للاستهلاك لاقتناء السيارات. هذا يتعارض مع السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي التونسي، والذي يعني له توجه على مستوى استعمال السياسة النقدية الحذرة والترفيع في نسبة الفائدة لكي يقلص الاستهلاك، بما أنه يعتبر أن الاستهلاك هو المصدر الرئيسي للتضخم المالي. هناك يعني تعارض بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة الاجتماعية للحكومة، هذا قد يعطل فاعلية السياسة النقدية والسياسة الاجتماعية. طيب، هذا التعطيل الذي تتحدث عنه هل هو شيء يمكن إصلاحه على المدى القريب أو البعيد؟ هل يكون معوقا بعد فترة؟ أنا أعتقد لابد من التقدم في التعافي على مستوى التوازنات المالية. هناك إصلاحات اقتصادية أقدمت عليها الحكومات السابقة وحصلت فعلا في التوازنات المالية، ولكن الصناديق الاجتماعية لم تتعافى كليا، وبالتالي لابد من الانتظار مهلة من السنوات على الأقل 3-4 سنوات حتى تتعافى هذه الصناديق، وبالتالي يمكن لها أن تلعب دورا اجتماعيا عاجزة البنوك على لعبه، بما أن نسبة التضخم المالي عالية جدا ونسب الفائدة عالية، وبالتالي هذا الدور دور مهم اجتماعي للدولة، ولكن لابد أن نهيئ له كل ظروف النجاح. وظروف النجاح من بين ظروف النجاح هو التعافي المالي للتوازنات المالية لهذه الصناديق الاجتماعية التي لم تتعافى بعد، وبالتالي لابد من العمل على هذا المنحى. طيب، عمليات تقديم القروض هل هي أصعب أم أسهل؟ هل هي ميسرة على طالبيها؟ هل الشروط تدفعهم إلى التعامل مع جهة جديدة في هذا الصدد؟ لم أسمعك جيدا. كنت أتحدث عن شروط الاقتراض من هذه الصناديق وإلى أي مدى هي ميسرة؟ نعم، هي شروط ميسرة، يعني نسبة الفائدة التي ستدفع من طرف المقرضين هي نسبة فائدة تفاضلية، يعني أقل من نسبة الفائدة لدى البنوك الخاصة، بما أنه البنوك الخاصة أولا تشترط نسب فائدة عالية، وثانيا ليس لديها السيولة اللازمة، بما أنها تقرض مبالغ كبيرة وكبيرة جدا للدولة. الدولة التونسية لديها صعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة، وبالتالي تحول احتياجاتها إلى الداخل، إلى البنوك وإلى البنك المركزي، وهي يعني تستعمل السيولة الموجودة لدى البنوك، وبالتالي الأشخاص لما يتجهون إلى البنوك الخاصة لا يجدون استجابة من طرف هذه البنوك، لأن السيولة حجم السيولة تراجع بصورة كبيرة وكبيرة جدا. وبالتالي الحل من طرف الصناديق الاجتماعية هو حل لتحويل هذه الصناديق إلى مؤسسات مالية تقرض الأشخاص، هو حل يمكن أن يسهم في الاستجابة لطلبات الشعب التونسي، خاصة على مستوى اقتناء الضرورات، وخاصة منها السيارة الشعبية واقتناء المساكن وبناء المساكن وغير ذلك. شكرا لك ضيفي من تونس دكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، كنت معنا على هواء الحرة.